الهندسة الكيميائية سراج لا ينطفئ ويبقى الأثر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم بنبلش بالجزء الثاني من شابتر 4، نكمل اللي بدأناه المرة الماضية. المرة الماضية تذكر أخذنا المقدمة، بعدين فتنا بالبارت 1 اللي هو هوموجينيس إكويشن، أخذنا أول كيس إله اللي هو الكونستانت كوبشن. ثاني كيس اتفقنا راح يكون اللي هو كوشي أويلر. شو اللي بيميزه؟ عندك واي دبل برايم بلس واي برايم، طبعا ناخذ سكند بعدين بنصير نشتغل عليه، واي ايكوال 0. تمام، بيحكي لك ان الواي دبل برايم شو معاملها؟ تي سكوير هون تي، هون تي تو ذا باور نوت، وبالتالي اللي هي 0. تمام، اي بي سي ايكوال كله 0. تمام، طبعا 0 لانه هوموجينيوس. بعدين كل ديفرنشال ايكويشن او كل حد له مثلا سكند اوردر، وبالتالي بحدها بكون تي تو ذا باور 2 المشتقه الاولى، تي قوى 1 المشتقه 0 مثلا للالكترون نفسه بضل نفسه. تمام، طبعا اذا كانت من ثيرد اوردر وبالتالي بدك تضيف فون ايش، مثلا اي 1 او دي تي تو ذا باور 3 واي تريبل. تمام، طبعا نظريه الاكستنس اند يونيكنس ثيرم تطبق كمان. هو هنا ايش بحكي لك؟ انه الحل هون راح يكون اتفقنا احنا الواي هوموجينيس شو هو عباره عن ايش؟ سي 1 واي 1 بلس سي 2 واي 2. تمام، طيب هسه بحكي لك انه بالكوشي اويلر واي تساوي اللي هي هذول الاثنين. تمام، واي تساوي تي تو ذا باور ار، وار هي الروت. كيف بدي اطلع الروت؟ اشتق واي بالبدايه، واي برايم ايكوال ار تو ذا باور تي تو ذا باور ار ماينس 1، واي دبل برايم ار r minus 1 t to the power r minus 2. Substitute بالمعادلة الأصلية e a t square مضروبة في r r minus 1 t r minus 2 plus r t r minus 1 في مضروبة في b t plus عوض ال y طبعا c مضروبة في t r equal 0. تمام، square بتروح، هاي بتروح، وبالتالي تصفى ايش عندي؟ a r r minus 1 t to the power r plus b r t to the power r plus c t to the power r equal 0 t to the power r a r r minus 1، طبعا قاعدين بس نطلعنا عامل مشترك، plus b r plus c equal 0. طبعا هاي لا تساوي 0، t to the power r لا تساوي 0. مين بصفى؟ a r r minus 1 بلس بي الار بلس سي ايكوال 0. هاي الكاركترستيك ايكويشن. طبعا السكند اوردر تقدر تبسط الشكل بحيث تصير اي ار سكوير دخل الاي زائد بي ناقص اي مضروبه في ار بلس سي ايكوال 0. هاي الشكل النهائي للسكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن. اذا بتحب خليها هيك بحيث انه اذا كان عندك حلول اكبر، مثلا افرض كانت ثير وبالتالي بدك تضيف حد بلس، مثلا شو بيكون عندنا دي؟ بتحكي لي ار ار ماينس 1 ار ماينس 2، بالتالي بتضلك تضيف من جديد. تمام، نفس الحلول اللي كانت عندنا من قبل. افرض انه كان عندك اي ار سكوير بلس بي ماينس اي مضروبه في ار بلس سي ايكوال 0. فحصنا الحدود فطلعت على ثلاث اشكال. طبعا نتفق دائما انه سكند اوردر، وبالتالي ار 1 وار 2 شو مالهم؟ ريال نمبر. بالتالي y تساوي c1 t to the power r1 plus c2 t to the power r2. افرض انه كان عندك 1 real number ولكن repeated، ايش بيكون؟ y تساوي c1 t to the power r1 plus c2 t to the power r1 مضروب في لين t. وهسه بالطريقة الثالثة راح نعرف ليش لين t بالضبط. والثالثة افرض انه عندك كان 2 complex number complex، وبالتالي y of t تساوي c1 t to the power theta cosine b ln t plus c2 t to the power alpha cosine beta في ln t. تمام، بحكي لك انه ملاحظة بتقدر تطلع على الثيرد او الفورث. تمام، ناخذ امثلة
طبعا هاي بس الفكره، انك تطلع الكاركترستيك بعدين تطلع الروت بعدين بس تحط المعادله. طبعا سي 1 وسي 2 اتفقنا انيشال فاليو بروبلم تقدر تجيبها منه. كانت عندك تي سكوير واي دبليو برايم بلس سي تي واي برايم بلس 4 واي ايكوال 0، طلب منك الجنرال سوليوشن. طبعا هنا مباشره ايش بتحكي؟ انه واي دبليو برايم مرافقه تي سكوير هيك، وبالتالي ايش هي طلعت؟ كوشي اويلر. تمام، بما انه كوشي اويلر وبالتالي مباشره شو بعمل؟ اما بكتبها لهذا الشكل او هذا الشكل مباشره، اي ار سكوير بلس بي ناقص اي ار بلس سي ايكوال 0، عوض 1 اللي هي ار سكوير بلس 6 ناقص 1 5 ار بلس 4 ايكوال 0، وبالتالي الجذور ايش هن؟ اما بالقانون العام او المباشره اذا بتعرفها مثلا، تطلع r تساوي ماينس 1 r تساوي ماينس 4 طبعا ريال نمبر، بالتالي y اوف t ايكوال c1 t to the power minus 1 بلس c2 t to the power minus 4. هاي اول مثال خلصنا. ناخذ مثال ثاني، فكره جديده مثلا. مثال ثاني a9 t سكوير y دبليو برايم بلس 15 تي واي برايم بلس واي ايكوال 0، مباشرة عرفت انها ايش؟ كوشي اويلر من المعاملات اللي موجودة عندي، بالتالي a ايكوال 9 b ايكوال 15 c ايكوال 1، بالتالي r سكوير 9 r سكوير بلس 15 ناقص 9 زائد 6 r بلس 1 ايكوال 0، بالتالي r ايكوال ماينس 6 بلس نيجاتيف 30 minus 4 multiply 9 multiply 1 over 1 r equal minus 6. طبعا شو معناها هاي؟ repeated، وبالتالي r equal minus 6 repeated، وبالتالي مباشرة y homogeneous that t equal c1 عفوا مضروب في 2 مضروب في 9 بالتالي 6 على 18 r equal minus 3 minus ثلث c1 t to the power minus ثلث plus c2 ln t t to the power minus ثلث. مثال ثالث y double prime minus 1 over t y prime plus 5 over t square y equal 0. طبعا مش دائما بيكون الشكل يم غلق مثل ما هو بدك اياه، محتمل تعمل تريك بسيط بحيث يتحول لكوشي مثلا، مش دائما طبعا ما تكونش كوشي، بس يعني هنا تعمل تريك بسيط بحيث ان توحد مقامات تضرب كل المعادلة بتي سكوير راح تتغير عندك، فبتصير تي سكوير واي دبل برايم ماينس تي واي برايم بلس 5 واي ايكوال 0، اي ايكوال 1 بي ايكوال ماينس 1 سي ايكوال 5، ومنه كاركترستيك ايكويجن ايش راح تكون؟ اي ار سكوير ماينس 1 ماينس 2 ار بلس 5 ايكوال 0، ار ايكوال minus minus 2 plus 2 plus negative 4 minus 5 multiply 1 multiply 1 over from, 4 multiply 4 تمام over 2 تالي r equal 1 positive negative 2i. تمام، بما انه هون طلع عندي complex تالي الحل مثل ما اتفقنا قبل شوي y of t equal c1 t الفا اللي هي 1 cosine 2 لن t plus c2 t to the power 1 sine 2 لن t. تمام، هسه ناخذ بعض التركات المحتمل تكون عندنا بالامتحان. مثلا t ناقص 2 y double prime minus 7 t minus 2 y prime plus 7y equal 0. تقدر هنا بدل كل t minus 2 شو تعمل؟ اما بتفكها طبعا، بس بعد ما تفكها بجوز رح تتغير معك شوية، او انه كل t minus 2 تفرضها مثلا w وتكمل حلك، واخر ما طافت انك ترجعه يعني تعمل substitution. تمام، هاي اظن الفكرة واصلة. ناخذ هاي المثال الرابع. مثال خامس ناخذه t cube
واي تريبل برايم بلس تي سكوير واي دبل برايم ايكوال زيرو. بس هي على المثال كيف كنا نعمل كاركترستيك ايكويجن بالكوشي اويلر؟ اتفقنا انه اول حد شو بنطلع منه؟ ار ار ماينس 1 ار ماينس 2 تمام، مضروبه في اي بلس بي ار ار ماينس 1 بما انه سكند اوردر ما فيش لا سي ولا دي تمام ايكوال زيرو. طبعا A تساوي 1 B تساوي 1 R في R minus 1 اطلعهن عامل مشترك، فشو بتصفي عندك؟ R minus 2 R minus 2 plus 1 equal 0 ف R R minus 1 R minus 1 equal 0 R equal 0 R equal 1 repeated تمام؟ هاي عندنا جذرين واحد منهم متكرر، بالتالي Y of T homogeneous طبعا C1 T to the power 0 plus C2 T to the power 1 بلس سي 3 تي تو ذا باور 1 في لين التي. مثال اخير ناخذه بس او نعطي الفكره المباشره، السادس مثلا تي كيوب واي تريبل برايم بلس 2 تي واي برايم ماينس 4 واي ايكوال 0. كاركترستيك من كل واحد اي ار ار ماينس 1 ار ماينس 2 يعني كاني بدي اطلع ار كيوب منها بلس واي واي دبل برايم ما فيش، في عندي واي برايم لحالها، هاي بي بنزلها مثل ما هي في R minus 4 هاي اللي هي C equal 0 ومزبط الشكل. هيك بنكون خلصنا النوع الثاني من الـ homogeneous equation. النوع الثالث لطيف وإحنا قبل شوي استخدمنا مثلا منه اسمه reduction of order. بحكي لك أسأل الـ homogeneous، احنا خدنا شكلين تمام. الشكل الاول كان يجبرني انه المعاملات عباره عن ايش؟ عن كونستانت يعني اي بي سي. الشكل الثاني كان يحكي لي انه اذا عندي واي دبل برايم فلازم يكون مرافقها تي سكوير تمام، واي تريبل برايم تي كيوب. طب افرض انه واي دبل برايم مرافقها ساين تي، شو امدح لها؟ طبعا اخر شيء تساوي زيرو، شو امدح لها؟ فبحكي لك انه ما عندي طريقه يعني، ولكن اذا عرفت واحد من السوليوشن تمام. افرض انه عرفت y1 للمعادله اللي عندي اللي هي y دبل برايم بلس b اوف t y برايم بلس q اوف t y ايكوال 0، عرفت شكل طبعا هون قسمنا الكل على a2t تمام. اذا عرفت y1 طبعا مش انا راح اعرفه يعني راح يكون معطى بالسؤال، اذا عرفت y1 وكان y2 second linearly independent solution وبالتالي y2 بقدر اعرفه من خلال هاي المعادله y1 في integration المقام y1 square في تكامل exponential to the minus power p of t dt وهون dt كامله تمام، ولكن بالستاندرد فورم in standard form. لا تخربط وتنسى تقسم يعني هاي المعامل دائما واحد تمام. ايه بس هاي الحركه هسه من ضمن الحل بدنا نحكي او بدنا نثبت كيف انه يوم كان عندنا ريبيتد نروح ندرب بتي، اعرف الحل الاول فادرب بتي مثلا ايام الكونستانت كوفيشنت صح، الثاني كنت ادرب بلينتي. اخذ اكزامبل فايند سكند لينير اندبندنت سوليوشن مثلا، هاي اول مثال واي دبل برايم ماينس 4 واي برايم بلس 4 ايكوال 0، هاي على ايش بتنحل؟ constant coefficient صح، وبالتالي characteristic equation ايش راح تعطيني؟ r square minus 4r plus 4 equal 0 r minus 2 equal 0 طبعا repeated r minus 2 تمام، ف r equal 2 repeated صح. فالحل ايش راح يكون؟ y homogeneous يساوي c1 exponential 2 to the power exponential to the power 2t plus c2 t exponential to the power 2t صح، هاي الحل. طبعا هذا كان ربيت ليش ضربت بتي. طيب افرض انه اعطاني بس الحل الاول هو فحكى انه y1 تساوي exponential 2t find y2، فبحكي انه y2 تساوي y1 مثل ما تعلمت فوق قبل شوي في تكامل exponential طبعا قسمت الكل صح minus 4 dt صح over طبعا هاي dt over exponential to the power 2t square وبالتالي شو بتصير؟ to the power 4t dt صح؟ هاي ايش تكاملها؟ exponential 2t
تكامل. ايش تكامل؟ بوزيتيف مع بوزيتيف بتروح اكسبوننت تو ذا باور 40 دي تي بتروح وبالتالي ايش بتصفي؟ انتجريشن للدي تي تي تو ذا باور 2 تي. تمام، هاي الحل الثاني، وهيك اثبتناها انه واي 2 تساوي تي تو ملتبلاي اكسبوننشال تو ذا باور 2 تي. ناخذ واحد ثاني 90 تي سكوير واي دبليو برايم بلس 15 تي واي برايم بلس واي ايكوال 0. حكى لك انه واي 1 ايكوال تي تو ذا باور ماينس 3. تمام، بالبدايه هاي ايش؟ كوشي اويلر صح؟ طب خلينا نحلها على الكوشي اويلر. كاركترستيك اكويجن ايش هي؟ اي 9 ار سكوير صح بلس 15 ماينس 9 6 ار بلس 1 ايكوال 0. فار اذا بتحسبها راح تطلع معك ماينس 3 ريبيتد صح. اذا ماينس 3 فبالتالي ايش راح تكون عندك؟ واي هوموجينيس تساوي سي 1 تي تو ذا باور ماينس 3 اللي هو الحل الاول معطيني اياه بلس سي 2 تي تو ذا باور ماينس 3 في لين تي. طيب بدي اعرف انه هذا الاشي صحيح ولا لا، فباجي بحكي انه واي 2 تساوي واي 1 اللي هو تي تو ذا باور ماينس 3 صحيح. انتجريشن اكسبوننشال تو ذا باور ماينس 15 تي دي تي، طبعا بقسم على بالان ستاندرد فورم بقسم الكل على 1 على تي سكوير صح، 9 في تي سكوير، وبالتالي بي اوف اكس شو راح تصير؟ 15 تي اوفر تي تي سكوير، بالتالي 15 على 9 في 1 على تي صح، 15 على 9 تي دي تي صحيح. 15 على 9 كم؟ 5 على 3، وبالتالي اون تي تو ذا باور 2 اوفر 3 صح. هاي دي تي، هاي ايش تكاملها؟ تي تو ذا باور ماينس 3 تكامل، ناخذها على جنب. اكسبوننشال 5 على 3 1 على تي دي تي تساوي اكسبوننشال 5 على 3 لين تي صح، بنجيبها على الاس وبعدين بنطلعها. تل ايش راح تطلع معانا؟ ايش راح تكون يعني ناتج التكامل هذا كامل؟ هو عباره عن تي دبار ماينس 5 على 3 صحيح، جبناها بعدين طلعناها من سوا. تي دبار ماينس 5 على 3 اوفر تي دبار ماينس 2 اوفر 3. اذا بتوحدهن فايش راح تطلع؟ دي تي تساوي 5 على 3 نزلها لتحت وطرحها من بعض بتطلع تي دبار ماينس 3 و 1 اوفر تي دي تي، تالي تي لن تي او 3 تي دبار ماينس 3، وبالتالي هذا الحل الثاني اللي طلع معانا، تأكدوا منها. تمام، طيب هسه اول ثنتين اثبتناهن، الحالة الثالثة ايش هي؟ انه ما تكونش لا كوشي اويلر ولا كونستنت كوفيشن، مثل تي واي سكوير واي دبل برايم ماينس تي بلس 1 واي برايم بلس واي ايكوال 0 واي 1 ايكوال اي تو ذا باور تي. تمام، هسه لا هي كوشي ولا هي كونستنت كوفيشن، شو بعمل؟ على الستاندرد فورم مباشرة، فبتصير واي دبل برايم ماينس تي بلس 1 over t y prime plus y over t equal 0 صح؟ تالي y2 تساوي y1 integration exponential minus or minus positive t minus 1 of t positive 1 over t dt over e to the power t dt. اوكي، ايش تكامل هاي؟ ايش راح يكون؟ طيب ناخذ على جنب اكسبوننشال، طبعا وزع المقام فبتصير 1 زائد 1 على تي صح دي تي، ايش راح تطلع معه؟ تطلع اي تو ذا باور تي صح زائد لن تي، وزعهم فبتطلع تي اي تو ذا باور اي تي صح، لتكامل البي اوف اكس دي تي. هاي طلعت معي صحيح، وبالتالي اكسبوننشال طبعا هاي 2 تي t e to the power t over e to the power 2t dt صح، واحدة مع واحدة بتروح وبتصفى معك y2 تساوي e to the power 2t t exponential to the minus t dt، وبالتالي هاي باي بارت بتنحل معك. بعد ما تحلها باي بارت بتطلع معك y2 تساوي
e to the power 2t minus t exponential to the power minus t minus exponential to the power minus t, تالي y2 تساوي minus t plus 1. بعد ما تفوتها لجوه فتعرف انها t minus t1، تمام؟ وبالتالي هاي الحل اللي طلع معك هاي ال y2 فقط. ناخذ مسألة ثالثة مثلا. sin square sin t square y double prime minus sin 2t y prime minus 1 over 1 plus cosine square t في y equal 0 y ال 1 تساوي sin of t. طبعا t تنتمي من 0 باي على 2. هاي المعادلة اذا بتحلها بتطلع معك y2 تساوي t of sin multiply sin t. ناخذ مسألة عقد شوي. f of t equal t to the power minus half cosine t t more than 0 is a solution of t square y double prime plus t y prime plus t square minus 4 y equal 0. طبعا هاي ايش هي؟ نقدر نسولف انه هاي كوشي، هاي صح وهاي صح، بس هاي كوشي اكيد لا. بالتالي طبعا بحكي لك انه find the general solution، تمام؟ وبالتالي ايش بنعمل؟ بنشتغل على reduction of order لانه اسلم، صح؟ وبالتالي y2 تساوي y1 integration exponential to the power minus integration b of x dt over y1 square dt، تمام؟ integration ال b of x هاي b of x اقسم t square t over t square وبالتالي dt انتجريشن واحد على تي تي سك تي اوفر تي سكوير دي تي وبالتالي هي لين التي، صح؟ لين التي دخل لها يعني بدها تصير ماينس البي اوف اكس دي تي، دخل الماينس ما دخل لين وبالتالي راح تطلع واحد اوفر تي، صح؟ وبالتالي تعال نكمل هون. واي 1 هي عباره عن تي تو ذا باور ماينس هالف كوساين اوف تي انتجريشن، هاي ايش طلعت؟ واحد t to the power minus half over t to the power minus half في cosine t cosine square t dt، هاي ما هاي بتروح الكوساين تطلع لفوق تطلع t secant square، وبالتالي t to the power minus half cosine t tan t، صحيح؟ اللي هي tan of t tan of t tan مضروبة في cosine، طبعا هاي y2 تا مضروبة في كوساين مش عبارة عن سين على كوساين، وبالتالي t to the power minus half multiply sine of t. بس هيك ان شاء الله بنلاقيك بالجزء الثالث من هذا الشابتر.